تعاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمدة انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمة واحدة زيادة وهفرغ الخزنة دي كلها في صدرك. هطلع لهم. لا هنا بيتي، حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي برا دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك، لا يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم، انا مش جاي اتعارك معاكم، انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجه. هتتستر على مجرم يا عمده؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومه تاخد لك حقك. وخلي بالك، الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمده؟ عشان خاطر كلبي زي ده تضيع رجاله اقل واحد فيهم بلقطه برقبته؟ قول عمل ايه الشيخ خلف، والرجاله هي اللي تحكم. سرقني؟ سرق؟ لو سرق مليون اردهم ومعاهم الديه. فيه غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر يا عمده واطرد الكلب ده من بيتك، وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجاله عمل ايه، قول. ولا حاجه، ولا حاجه. تموت نفسك والبلد كلها توجع في بعضيها؟ اقعد سيجي عليك النبي، لا تقعد. ايه اللي مصحيك يا حبيبي؟ شمن اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. يا داعي عبد الرحمن، خد يا ابني جرب. توحشتك انت الحين. ايه غيرانه يا هاج؟ توحشتك قوي. تخنق لقبتك كده؟ انا بخنقك كده؟ لا، عارف انا بحبك قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا ابو رعبيه، خلي رجالتك يرجعوا، وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا اتفضلوا. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه، اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي الضايف يا عمده، بس خليك فاكرها، وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجاله. تفضل يا احمد بيه، تفضل يا وائل بيه. تفضلوا. اطمن يا حاجه، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا ومي فرشته، وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا.
هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر، وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير.